بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أخاف على أمتي، ثلاث أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء، وجور السلطان، وتكذيب بالقدر. الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر. في هذا الحديث أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة. يوم القيامة يقول: أمتي أمتي، حريص عليه ما عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، صلى الله عليه وسلم. فهو رحيم ورؤوف بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: أخاف على أمتي، ثلاث أخاف على أمتي. قال: الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء أي طلب السقيا، والأنواء قالوا النجوم أو منازل القمر. والاستسقاء هنا بمعنى أي ربط السقيا أو المطر بالنجوم أو منازل القمر، وهذا من الشرك، ربط المطر بالأنواء هذا شرك. في غزوة الحديبية ياهم مطر في الليل، فأصبحوا الصبح، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الفجر، فالتفت عليهم وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته أصبح مؤمن بي كافر بالأنواء أو كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا أصبح مؤمن بالكواكب كافر به. فجعل الأسباب، أسباب المطر، بنوء كذا، بنجم كذا، بطالع كذا، سعد السعود، ما أدري سعد الأخبية، وهالأمور هذه، هذا كله لا يجوز، هذا لا يجوز. تقول مطر، لكن تقول مطرنا في نوء كذا يجوز، لكن مطرنا بكذا هذا لا يجوز، وهذا شرك. أما أن الإنسان يعتقد أن هذا النوء وهذا الكوكب أو هذا النجم هو الذي يخلق المطر، فهذا يعني كفر بواح لا يعتقد به أحد. لكن الشرك أن تعتقد أن المطر بسببها. والأسباب كما قلنا، هناك سبب شرعي، وهناك سبب كوني أو قدري أو مجرب. أما السبب الشرعي، الفاتحة سبب للشفاء، فلو واحد قال بقرأ على مريض عشان الله يشفيه، ليش؟ قال والله الفاتحة سبب، نعم هذا سبب شرعي لذلك يجوز. قال والله أنا مريض وأبي أسهل بطني وبشرب لي سنة مكي، يقول له هذا سبب متعارف عليه، وسبب مجرب، وسبب كوني وقدري، فلذلك يجوز. قال: أريد أن أربط خيط عن العين، نقول: هل هذا سبب شرعي؟ لا. هل هذا سبب كوني قدري مجرب؟ لا. هم كل واحد ربط له خيط الله حماه من العين، فهذا شرك. أن تربط خيط أو تعتقد هذه الاعتقادات أو تجعل سبب غير شرعي وغير كوني هذا شرك. فتقول مطرنا بنوء كذا، وهذا صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن. قال ذكر منها الاستسقاء بالأنواء، فهذه موجودة في أمة محمد إلى قيام الساعة، ربط المطر بالأنواء، وهذا شرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحيف السلطان،
الحيف والظلم. والسلطان مقصود طبعا الملوك أو الرؤساء، لكن قالوا كل ذو سلطان يدخل في هذا الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى المرأة راعية في بيت زوج مسؤول عن رعيتها، فلذلك رئيس القسم مدير إدارة حتى رئيس وحدة هذا الله سوف يسأله، لأنه لذلك قال صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية، إن شاء الله اثنين، ومات حين يموت وهو غاش لها لم يدخل الجنة، لأن ظلم اللي انت مسؤول عنه أشد من ظلم واحد في الشارع، ظلم شخص، لأن هذا اللي انت مسؤول عنه الأصل أنك مسؤول عنه وتحميه وتعطي حقه لأنه موظف عندك أو يشتغل عندك أو اللي انت مسؤول عنه، هذا الظلم الأمور الإثم مضاعف، هو مثل واحد في الشارع إن ظلمته. فلذلك قال حيف السلطان يعني ظلم، لذلك السلطان قلنا أي صاحب سلطة إذا كان عادل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يهم لا ظل إلا ظله، بل قال صلى الله عليه وسلم من الثلاثة التي تستجاب دعوتهم دعوة الإمام العادل. فلذلك أي واحد عنده سلطة على غيره يجب أن يخاف من هذا الحديث. قال وحيف السلطان، ثم قال في ثالثة صلى الله عليه وسلم قال وتكذيب بالقدر. أول من كذب بالقدر يقولون معبد الجهني، قال لا قدر، الأمر أنف، كل واحد يعني هو يخلق فعله والله ما قدر شيء. فوصل هذا الخبر لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال أخبروه أو بلغوه أنا بريء منه وهو بريء مني. قال والله لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا لم يتقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. ثم قال ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فركن من أركان الإيمان القدر، فالأصل في الإنسان أنه يؤمن بالقضاء والقدر وإلا خرج من هذه الملة. والقدر أحبتي بالله على أربعة مراتب أو أربعة مراحل، الأول العلم، علم الله سبحانه وتعالى ما سيكون، ثم في المرتبة الثانية كتب، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى قيام الساعة، وهذه الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبت هذه في اللوح المحفوظ، ثم شاء الله سبحانه وتعالى وقدر هذه المقادير، ثم المرتبة الرابعة والأخيرة خلق الله سبحانه وتعالى هذه المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.